تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة. عبر السمو خلالها عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، وأن يتقبل صيام الجميع وأن يديم على سموه رعاه الله موفور الصحة والعافية. وقد شكر السمو حفظه الله أخاه أمير دولة قطر الشقيقة على هذه البادرة الكريمة والتي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، مبادلا سموه التهاني بهذه المناسبة العطرة ومتمنيا استمرار هذا التواصل الأخوي، مبتهلا إلى الباري تعالى أن ينعم على سموه بدوام الصحة والعافية ويحقق لدولة قطر الشقيقة كل ما تتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. عبر جلالته خلالها عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، وأن يتقبل صيام الجميع وأن يديم على سموه رعاه الله موفور الصحة والعافية. وقد شكر سمو حفظه الله أخاه ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، مبادلا جلالته التهاني بهذه المناسبة العطرة ومتمنيا استمرار هذا التواصل الأخوي، مبتهلا إلى الباري تعالى أن ينعم على جلالته بدوام الصحة والعافية ويحقق للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة كل ما تتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين. كما تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من أخيه فخامة الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق. عبر فخامته خلالها عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، وأن يتقبل صيام الجميع وأن يديم على سموه رعاه الله موفور الصحة والعافية. وقد شكر سمو حفظه الله أخاه رئيس جمهورية العراق الشقيق على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، مبادلا فخامته التهاني بهذه المناسبة العطرة ومتمنيا استمرار هذا التواصل الأخوي، مبتهلا إلى الباري تعالى أن ينعم على فخامته بدوام الصحة والعافية ويحقق لجمهورية العراق الشقيق كل ما تتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه فخامة الرئيس الدكتور برهم صالح. تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. عبر فخامته خلالها عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك،
سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، وأن يتقبل صيام الجميع، وأن يديم على سموه رعاه الله موفور الصحة والعافية. وقد شكر سموه حفظه الله فخامته على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، مبادلا فخامته التهاني بهذه المناسبة العطرة، ومتمنيا استمرار هذا التواصل الأخوي، مبتهلا إلى الباري تعالى أن ينعم على فخامته بدوام الصحة والعافية، وأن يحقق لجمهورية مصر العربية الشقيقة كل ما تتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، عبر جلالته خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، وأن يتقبل صيام الجميع، وأن يديم على سموه رعاه الله موفور الصحة والعافية. وقد شكر سموه حفظه الله جلالته على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، مبادلا جلالته التهاني بهذه المناسبة العطرة، ومتمنيا استمرار هذا التواصل الأخوي، مبتهلا الباري تعالى أن ينعم على جلالته بدوام الصحة والعافية، ويحقق لمملكة البحرين الشقيقة كل ما تتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان الخليفة. وتلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة تبوك، عبر سموه خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، وأن يتقبل صيام الجميع، وأن يديم على سموه رعاه الله موفور الصحة والعافية. وقد شكر سموه حفظه الله صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.